كم بعد شوية بالبطاقات بالأخبار بالأكتو، ولكن في إطار حق الرد باش يدخل معنا في علاقة بموضوع صفاقس واللي صار في صفاقس والكلام اللي كنا حكيناه قبيلة شوية في البلاتو. معنا سي محمد إقبال الدريدي، معتمد أول قائم بأعمال الوالي. سي محمد إقبال، صباح النور، مرحبا بك في الرف ماك. صباح النور سي رفيق، وصباح النور للكيب اللي معاك، أهلا وسهلا. مرحبا، شكرا لك. طلبت التدخل في إطار حق الرد، ما نعرفش كان تقالوا حاجات حسب وجهة النظر نتاعك غالطة في الكلام اللي تقال قبيلة في علاقة بالقضية اللي ما حبيتش تشوفها النفايات في صفاقس. لك الكلمة سي محمد إقبال. يعيشك سي رفيق، شكرا على إتاحة الفرصة. حبيت أن نوضح حاجة كونسيرنو التدخل اللي قام به سي شفيق. سي شفيق صديق راه باش يبدا في بالك قبل كل شيء، ما انت جيب هذايا الولايه ونقعدوا نتناقشوا. معناها ما دخلش روحك بيناتنا. لا لا لا، علي بيا عاد المشكل. لا معناتها شوف، هو الحق معناتها ما يخفاكمش اللي المشكل كبير غادي. المشكل كبير اش معناها؟ معناتها قاعدين نسعاو راه سي رفيق، راه قاعدين نخدموا اليوم. هاو فما الجلسه مع السيده الوزيره باش نشوفوا شنو المقترحات اللي فما. انديبوندامون من المقترح اللي قال عليه توا سي شفيق، هو ما قالو كان مقترح من بين المقترحات اللي باش نسمعوه من عند السيده الوزيره. بو حكايه ليزانسينيراتور هذا ما تروح معناتها بشكل جدي، نحبوا ان نلقاو حل لصفاقس. انا ابريتو نجم نكون مسؤول في وقت معين، لكن في الليل راهو نولي مواطن. ما انت قاعد نتعرض للشيء اللي قاعد صاير من حشرات وواحد وكذا. دونك ماذا بينا اليوم ما نحبوش نحكموا على الجلسه كما هو كتب في الواحد في البيان اللي هبطوا اللي هي فاشله وتآمر وكذا. هذا كل كلام معناتها اي باهي. انت ما انت قلت سيد المعتمد، انت في الليل مواطن، حد روحك مواطن وانسى جبهه المعتمد وبعد الفوضى اللي صارت. ولا لا، المشكله التاريخيه نتاع السياب، وتعاود تسمع مره اخرى انه تنجم تعاود تحل ونعطيوها هي تحرق بتجهيزات غير مؤهله للشيء هذايا. لك سي رفيق، احنا توا نحكيو على حاجه ما زلت ما صارتش، لكن نجم نقول لك راه فما ديزيتيود نجموا يصيروا. هو توا الخذاو الفورمه كامله نتاع الثياب وخذاو. انا قلت لك مقترح من بين المقترحات، لكن نجم تكون فما مقترحات اخرى. معناتها ما نقفوش الغادي معناها اذا كان اي ما هو يحب ينحي لك من فكرك انه المقترح هذا نهار يتبلور ويصير امر واقع. يزمك هو حسب رايه، هو وحسب راي نحن اللي حسب كلامنا فهمنا زاده انه هذا ما يجموش يصير. ما تعاودش تحل السياب ونرجعوا للانشطه الفوسفاتيه وغيره كذا. شوف فما ديزيتود دامباكت انفيرونمونتال قبل ما تصير حتى حاجه، راه يجي نفسر لك. ما تتخيلش اللي كيف قال السياب معناتها السياب وكهو معناتها النجم ومعناتها ما يمشي نمشيوش فيه المشروع هذا. نحكي لك راهو ما يلزمناش ناخذوا اكور الحكايه والسياب باش ترجع. لا احنا توا مقترحات. السلطه المركزيه مقتنعه بالظرف اللي في صفاقس، نحاولوا بكل ما اوتينا من قوه. معناتها هو سي شفيق في حد ذاته يعرف اللي لا نرقدوا لا ليل نهار، نحبوا نلقاو حل. اي مش برشا وقت اذا كان ما ترقدوش لا ليل ولا نهار 10 شهور السيد المعتمد ولا 8 شهور. اسمع انا مش عليك انت، انا اي اغزر هذيك مشكله الانكونفينيون تاع استمراريه الدوله، لانه انت سيد المعتمد تنجم تتعين عندك شهر وتتحاسب على فشل 30 سنه. سامحني اما لا غالب هذيك الواحد باهي، ما تراش انه 8 شهور دوله عاجزه باش تهز كان بوبيل من ولايه اسمها صفاقس، حاجه غير مقبوله اليوم. انسى انت لسيد المعتمد، ما نحبش نحملك ما لا تتحمل. لا 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 لا، مثالش نتناقشوا رفيق وخي، انا ما فماش حتى اشكاليه. راه شوف نعاود نقول لك خويا رفيق، رانا نحبوا نلقاو حل اليوم قبل الغدو. راهو المشكل اللي صاير على صفاقس معناتها والصفاقسيه، وتحيه لسي ناصر البدوي بحذاك يعيش ونحبوا نلقاوه راهو اليوم قبل الغدو. معناها هذا شنو نجم نقول لك، معناها راهو ما تتخيلش اللي العباد ساكته وقاعدين ماناش قاعدين معناتها نخدموا، ماناش قاعدين نشوفوا في حلول، ماناش قاعدين نشوفوا في تصورات. انا متاكد بس كنت ولد صفاقس انه انت تحب تلقى حل كيفك المسؤولين الجهويين غادي، خاطر تعيشوا غادي، ولادكم غادي، ما كومش في بلانيت اخرى. اما عندي مشكله نتاع غزرتكم للوقت، خاطر البلاد هذه عندها مشكله نتاع وقت. فما المسؤول اللي ياخذ 5 سنين باش ياخذ قرار، فما مسؤول اللي يفهم انه كاد يورجونس، خاطر انت قلت ما ناخذوهاش برشا بالقلب تو ولا كيفاش. لا لازم ما نرقدوش اليوم حتى صفاقس تخرج من المشكله هذه، حتى حد ما يرضى انه يحل بداره يرقى
قدامه 500 ساك بوبيل. بالضبط بالضبط بالضبط. اما لكن اجا فسلك راه حتى سي ناصر راه مش بالوضع الكارثي اللي تتخيلوه. لا موجود 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 سيد المعتمد، موجود موجود موجود, موجود بكثرة، خاصة نقول لك في الطرقات الفرعية اللي يمكن فما الشوارع البرنسيبال نقصد شوية، أما في الطرقات الفرعية كل موجود الحق. بربي زوزسلة سيد المعتمد، أنت قريب من سنة القرار وغيره وكيد تتفاعل بعلاقة بالمشكل. الحل الأولاني تو مثلا اللي أحكي فيه قبيلة سي شفيق، المحرقة الإيكولوجية 80 مليار برشا على الدولة، برشا على صفيق اسمها. لا لا في راه نجم نفهمك فيه، قول الدوله فلسه ما عنديش، اما ما نجموش نوفروا 80 مليار بطريقه او باخرى نعملوا محرقه. نجموا لا لا صفيق اكبر من 80 مليار. اي دونك اين المشكل؟ وين الخلل؟ وين صاير الشلل؟ معناتها نحكيو على مشكل ما فهميش، احنا مازلنا ما عقدتش الجلسه لو سي رفيق. وقيت عادة اذا كانت تقول لي 80 مليار ما فيهمش مشكل، وقيت نعملوها الجلسه وتتصرف الفلوس اليوم الجلسه ان شاء الله بعد شويه باش ندخلوا بعد السيده الوزيره واللي فما تنقولوه معناها ما عندنا ما نخبيه. واضح. سوني تحب تتفاعل كلمة؟ لا فقط انا الاشكال بالنسبة لي خاطر سيد المعتمد يقول شنو حوالك لبس عليك الخير. فقط وقت تقول هي جلسة باش نجيبوا فيها مقترحات، بعد 10 شهور ما زلنا في المقترحات. اولا لازم تكون مقترحات جدية فزابل وسريعة وسريعة. الاشكال انه بعد 10 وقابلة للتنفيذ، بعد 10 شهور ما زلنا في المقترحات يا ولادي، راهو ما عادش وقت 10 شهور من المفروض الجلسه هذه تكون جلسه الحل. هاو الحل اللي لقيناه، حل نهائي سريع مجدي قبل هذا. هو حسب ما عندك انت من كواليس الجلسه، وننهي معاك سيد المعتمد، نجموا اليوم تخرجوا بحل نهائي، تخرجوا تعملوا كونفرنس دو بريس، انتهى هذا الحل بالنسبه لصفيقس اليوم، وابتداء من غدوه باش نبداو في التنفيذ. شوف اخويا رفيق، انا نوعدك اذا كان توصلنا بعد الجلسه باش نحدوا معناتها الديريكتيف والتوجه الصحيح معناتها لحل المشكله هذايا اللي ارق العبد الكل، انا ما عنديش حتى مشكل نعملوا خويا كونفرنس. اي فما امكانيه نخرجوا بحل ولا اليوم ولا ما زلتوا ما تعرفش؟ ان شاء الله ان شاء الله. هذا اللي نتمناه ونستناه ونتبعه. بربي بلغ السيده الوزيره قل لها راهو مش معقول 10 شهور ولا 8 شهور واحنا ما زلنا ندرسوا في القرارات. خذوا القرار وتحملوا المسؤوليه حتى لا نحملك ما لا تتحمل. نعرف فما حاجات نجم تفوتك سي محمد اقبال الدريدي، هو راهو مازال السيد معتمد يقول ان شاء الله معناتها مازالت فما دراسه. نقول لك خاطر نورمالمون اجتماع، لا نقول لك اجتماعات كيما هذوما يلزمهم يكونوا بلانيفي حاضرين رفيق. هاو جيت واو شنو هو الحلول اللي باش نعملها؟ اذا ما عندكش باش نقعدوا مازلنا باش نمشيو في الاو والبي والسي ويا من عاش. لا لا يا من عاش قدرة ربي سي ناصر وسع البال، وناكد لك ان شاء الله الحل القريب ان شاء الله. وسع البال ما يتكلفش برشا وقت، خاطر قلت لك عندنا نوسيون الوقت مشكله في تونس، الحاجه لازمها شهر تقعد 10 سنين في اطار وسع البال والقانون والبيروقراطيه وغياب القرارات. شكرا يا من عاش. فاصل بعيد على الموضوع سي محمد قبيل، فما ناس البدوي راهو بين التراس فوق الماده داروا، ما عادش كان في بالكم بالمعلومه هذيا. في اجراء معناها في اجراء ان شاء الله اليوم عاد تحركوا هموا هذيا ظاهره لازم على جلسه لا شيء. هذايا جريو طيب. هز الفريق نتاعك والجريو قرار هدم. 40 متر رفيق على الماده، المواطنين تتشكى ما عادش نجم تتعدى. حتى حد ما يتعدى. فما واحد معناتها نحب يا ولدي زاد خرج الساله في الكياس. رفيق فما حافه. قالوا لي القهوه نتاعهم خالفه في بار. اهلا وسهلا. لا انت تبع صفيق. لا معناها تو سي محمد. تبعوا في على اربع كراسي. دوله وين ماشي. تو سيبتوا البيئه. شادين بفيتزي. يلا سلموا عليكم. سي محمد إقبال الدريدي معتمد أول والقائم بأعمال الوالي. نعود بعد الفاصل.